السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا في كل مكان، متابعي قناة متعة التعلم مع مستر أحمد. معاكم مستر أحمد علي، معلم أول لغة إنجليزية. الحقيقة إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة هامة جدا في اللغة الإنجليزية، وهي كتابة الجملة. طبعا في ناس كتيرة تيجي تقول له اكتب باراجراف، يعني اكتب موضوع تعبير، يقول لك للأسف أنا معرفش. خلي بالك، انت عشان تكتب موضوع تعبير، يعني سيادتك عشان تكتب باراجراف موضوع تعبير، يبقى اولا لازم تكون تعرف تكتب جملة، وعشان تعرف تكتب جملة لازم سيادتك تكون حافظ كلمات. يعني سيادتك حافظ كلمات هتعرف تكتب جملة، طالما عرفت تكتب جملة ان شاء الله هتعرف تكتب موضوع تعبير. الموضوع كله مرتبط ببعضه. هنتكلم عن كتابة الجملة وكتابة موضوع التعبير، والحقيقة الموضوع ده بيخدم الصف الأول الإعدادي والثاني والثالث وكمان سنة ستة ابتدائي، فكله يركز معايا وامشي وطبق الخطوات واحدة واحدة، هتلاقي نفسك بقيت بروفيسور في كتابة الباراجراف، سواء كنت في ستة أو أولى إعدادي أو تانية إعدادي أو حتى الشهادة الإعدادية. وكمان لو كنت في ثانوي ولسه متعرفش تكتب باراجراف ازاي، تابعني في الفيديوهين دول ان شاء الله هتلاقي الدنيا اسهل بكتير. ولو انت اول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك ودوس لايك، وتنساش تفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. طبعا اول حاجة عشان اكتب جملة لازم يكون عندي فاعل وفعل، تمام كده؟ طب أول حاجة قبل ما نبتدي في الجملة خالص، يعني إيه فاعل؟ الفاعل طبعًا يعني subject. طب الفاعل ده اللي أنا هبتدي بيه الجملة ممكن يكون إيه؟ قال لك الفاعل ممكن يكون اسم، زي أحمد، أمير، نهى، سهى، the tree، the bill، a desk، the doctors، the children، وهكذا. أي اسم عندك ممكن تبتدي بيه الجملة. والفاعل كمان ممكن يبقى ضمير، زي I، He، She، It، We، You، They. أي ضمير من الضمائر ممكن تبتدي به الجملة، تمام كده؟ يبقى عندك الفاعل ممكن يبقى اسم أو ضمير. يبقى احنا كده عرفنا إن الفاعل ممكن يبقى اسم أو ضمير. طب تعالى بقى إزاي أعمل جملة؟ How to make a sentence. عشان تعمل جملة طبعا في أشكال كتيرة من الجمل، امشي معايا متدرج واحدة واحدة، ما تستعجلش، تمام كده؟ أول حاجة ممكن الجملة اللي قدامك تبقى فاعل وفعل ومفعول، وما تنساش طبعا الفول ستوب. يعني ممكن تعمل جملة هي عبارة عن فاعل وفعل ومفعول، زي مثلا لما تيجي تقول إيه؟ I play tennis، أنا بلعب تنس. الجملة خلصت، حطينا فول ستوب، فاعل وفعل ومفعول. جملة تانية، she cooks dinner، سمير helps me، تمام كده؟ يبقى انت سيادتك تبتدي بقى تمسك الورقة والقلم وتحاول تعمل جملة من عندك، اي جملة، مش لازم يعني في موضوع محدد، اي جملة تيجي على بالك حط فاعل زي ما احنا قلنا، لمتى يبقى اسم، لمتى يبقى ضمير، وبعد كده حط فاعل مناسب، وبعد كده مفعول مناسب. تعال نبص كده على الجملة اللي بادئه بسهى. سهى reads، سهى بتقرأ، بتقرأ ايه؟ ممكن تحط اي كلمة من عندك، ممكن تقول reads a story، هي بتقرأ قصة. مستر انا ممكن اقول a book، سهى reads a book، تمام، مفيش اي مشكلة، اي مفعول مناسب. تعال نبص على الجملة اللي بعديها، they، بعد كده في مكان هنا فاضي، football. طب المكان ده المفترض احط فيه ايه؟ المستر قال لنا فاعل وفعل، يبقى المكان الفاضي ده بتاع ايه؟ بتاع الفعل. طبعا حط فعل مناسب لهذا المفعول، يبقى they مثلا play football، هما بيلعبوا كورة. اخر سؤال برضو عندنا space، write a story، يا ترى ايه اللي ناقص في المكان ده؟ اكيد طبعا اول الجملة يبقى عايزة فاعل يا مستر، ممتاز، ايه الجمال ده، تمام. يبقى هنا حط ايه؟ حط اي فاعل مناسب، مثلا اقول we write a story، I write a story، اي فاعل مناسب مفيش مشكلة. رحت فين يا عم؟ تعالى نكمل، انا سيب لك هنا مكانين، يا ترى المكان ده بتاع ايه؟ ها مين فاكر؟ انا هنا حاطط الفاعل، ايوه يا مستر المكان ده بتاع الفعل اللي عندي، تمام. وبعد كده هنا عايز احط ايه؟ عايز احط مفعول، ممتاز، يلا اكتب. هي مثلا هي كوكس، هو بيعمل هي كوكس دينر، هو بيجهز العشاء، برضو ده كلام مظبوط.
they ها اكتب بقى انت من عندك وقول لي they write هم بيكتبوا مثلا a story هم بيكتبوا قصة تمام. الحاجة التانية ممكن الجملة تتكون من فاعل وفعل وصفة وطبعا ما تنساش full stop. يعني ايه؟ يعني ممكن تقول مثلا he is small she is tall. يبقى انا هنا بحط فاعل وفعل وبعد كده بحط صفة. The flat is big. The flat is small. حط بقى اي صفة انت عارفها. يبقى احنا كده اتكلمنا في حاجتين، فاعل وفعل ومفعول. ممكن اقول فاعل وفعل واحط صفة مناسبة. سيادتك بقى مطلوب منك دلوقتي تكون الجمل دي. درب بقى نفسك يا بطل، اعمل لنا اربع جمل تمام كده، واكتب والف، حط فاعل وفعل ومفعول او فاعل وفعل وصفة. عندك النماذج اهي، ممكن تاخد جملة منها وتبتدي تغيرها مرة في مرة، هتلاقي نفسك بقيت بروفيسور. وما تنساش كمان تكتب لنا جملة في التعليقات عشان نشوف الوضع وصل لحد ايه وتبتدي تطور من نفسك. والحد هنا الفيديو بتاعنا انتهى، بس الفيديوهات الخاصة بطريقة الكتابة لسه ما خلصتش. ان شاء الله معانا فيديوهين كمان بنتدرب فيهم عن طريق تكوين الجمل وكتابة موضوع التعبير باللغة الانجليزية. الموضوع سهل، اهم حاجة سيادتك تركز وتتدرب كويس لحد ان شاء الله ما تشوف الفيديو اللي جاي، وربنا يوفقكم ان شاء الله وتكونوا من المتفوقين. كان معكم مستر احمد علي، وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.